بإذن الله. كابتن أسامة، هزيمة قاسية في توقيت صعب. هزيمة قاسية، ولكن بلغة الكورة أحيانا بتبقى مستحقة، لأنك أنت حاجتين في كرة القدم أنت بتعملهم عشان تكسب مباراة، بتحاول تخلق أكبر عدد من الفرص، وبتحاول تمنع مرماك أنه ما يجيش فيك فرص. هي دي كرة القدم. طيب أنت نجحت أنك تخلق أكبر عدد من الفرص. ما هو أنا لسه أنا بكمل. ماشي، اتفضل. الفرص اللي انت بتخلقها تستغلها. انت في ماتش بيراميدز انت بتلعب جيم دفاعي، وده اسلوب احيانا بتستخدمه. صحيح جمهور الاهلي مش هيبقى راضي قوي انك انت مثلا في الماتش ما تهاجمش او تهاجم 3 4 مرات، لكن انت لعبت باسلوب فيه يعني متحفظ شويه، وقدرت من 3 فرص تجيب جونين. ده الجانب اللي انت بتستغل فيه الفرص عشان تكسب. ايضا في جزء تنظيم دفاعي عشان تقلل الفرص اللي عليك، صحيح، وتمنع دخول اهداف في مرماك. هي كره القدم في النهايه نتيجتها محصلتها هي الحاجتين دولت. فانت النهارده على قد ما انت خلقت فرص لم تستغلها، وفي المقابل اخطاء دفاعيه بالجمله من اول الماتش. رغم انا شايف سموحه مش في احسن حالاتهم، سموحه استغلوا اخطائك الدفاعيه اللي انت وقعت فيها. صحيح الشوط الثاني بالذات بطبيعه الحال انت مغلوب 2-0، وده الخطا الكبير، وعدم الـ يعني تصحيح الخطا اللي وقع في الجونين الاولانيين بخطا ثالث اقل يعني اكتر سذاجه، اللي هو مروان حمدي. مع احترامي الكامل ليه، مهاجم كويس وكل حاجه، مروان حمدي معروف انه مش لعيب سريع. ان ياخد كوره من نص الملعب بعد نص الملعب باتنين يارده وحواليه 3 مدافعين من الاهلي، وبيعدي وبيوصل داخل ال 18 وبيسدد. زي ما علاء بدري فاول انذار، مشكله زي ما علاء احنا قلنا فيها والكوره ماشيه، زي ما علاء فاول من بدري، مكاتفه، اي حاجه كانت تتعطل. انت وصلته من بعد نص الملعب بحوالي 3 4 يارده لغايه داخل ال 18 ورقص ووجه وجون الثالث. خلي بالك الجون ده هو اللي خلى النادي الاهلي يخسر النهارده.